حطيو الوصفة نتاع طرت بالغلة، لازمنا 200 غرام فرينة، 150 غرام زبدة طرية، 100 غرام سكر، واحدة سكر فاني، أصفر عظمة، ونلموها بالحليب. معناها الكونتيتي نتاع الحليب حتى لين تتلم، معناها انت ما يغركمش الحليب تحطوا كونتيتي كبيره وتقول مازال تشيحه بيسكو فيها الزبده راه بشوي بشوي تتلم. اي سورتو البات نتاع التارت ما تحبش العجنين، تلمها اكاهو ما تعجنهاش. فوالا دونك كيما قلت لكم تلموها بالحليب. علاش ما نعجنوهاش؟ شنو يصير لها بعد كي البات نتاع التارت كيلكو سوا تارت مالحه ولا سكري، انت كي تعجنها مثلا احنا نقولوا بات فويتي مثلا بات فويتي كي تحط لها الزبده انت به وتشد تعجنها تولي لك في يدك كل معناها ساي ما عادش تنجم تتحكم فيها، تولي كل تتلصق بكلها. اول حاجه هذه كونسيرنون في تتفتفت، لا بالزبده ما تتفتفتش، تولي معناها تولي طري على الاخر دي فاصو ما عادش تنجم تتحكم فيها انت من بعد ما عادش تنجم تتحكم فيها. اي سورتو من بعديك كي تاكلها ما تلقاهاش هشيشه اكل الطريه. فوالا نحن علاش لماه ما نعجنوهاش، الحاجه انت قد ما تعجنها ساعه ما عادش تنجم تمتري زيها مليح من بعديك. نحكي على البات نتاع التارت مش كيما نقول بات البيتزا تحب العجنه ما عادش تنجم تمتري زيها. اي سورتو من بعديك في الجو ما تلقاهاش شكل اللي اكل حاجه اللي تذوب في الفم. فوالا خاطر الزبده ديجا ولات ياسر دخلت في الفرينه ولا اوموجين على الاخر مع بعضها. نحلوها في بلاتو مدهون بالزبده والفرينه ونحطوها في الفرن 20 دقيقه مدة 20 دقيقة 180 درجة. حضروا الكريمة متاعنا اللي هي نص إتر حليب عليها زوز أصفر متاع ضم، واحدة سكر فاني، ثلاثة مغارف سكر، زوز مغارف كبار إنشاء، نركضوهم الكل مليح ونطيبوهم فوق الغاز حتى لين يولي حتى لين يعقادوا ويوليو فوالا كريم باتيسير. فوالا دونك الديفيرونس بيناتهم اللي برشا يعملوا الكريم باتيسير بالزيتاب، معناها يخلطوا حاجتين مع بعضهم يطيبوا من بعض يزيدوا حاجة. أنا نركض الكل ركب الدنيا كل مع بعضها ونحط نطيبهم على الغاز. نكونوا ديجا احنا ديجا وقت خرجنا البات نتاعنا من الفور وتكون بردت، نصبوا عليها الكريمه وهي سخونه ونخليوها اكوتي تبرد. نقصوا الغله اللي عندنا بنان فخاس كيوي تفاح اي غله عندنا نقصوها بعد ما بردت بيان سور الكريمه فوق التخت ونزينوها من فوق. وبيان سور برشا يقولوا لي علاش كي نحطوا الغله فوق التخت تكحل، على خاطر ما عملتوا ليش سيغو. اي تخت بالغله لازم تكون معناها لازمنا ندهنوها من فوق بالسيرو، اول حاجه باش تكون تلمع وتشهي اكثر، ثاني حاجه باش ما تكحالش الغله. السيرو كيفاش نعملوه؟ زوز مغارف سكر عليهم مغرفه ماء ومغرفه صغيره قارص، نطيبوهم مع بعضهم في زازوه ونسقيو بهم الغله من فوق. قديش ابري يقعدوا حتى لين يعقدوا شويه، منال هما ديجا كونتيتي صغيره معناها بالمغارف قاعدين نحكيو، تلقاو مغارف سكر ومغارفه ماء ونص مغارفه صغيره. قديش تقعد وقت باش تطيب؟ اي هاني قلت لك انت والغاز نتاعك، انت والقوه نتاع النار، وانت وفاش حطيتها زاده في كسرونه صغيره ولا في زازوه ولا انت وفاش حطيتها. معناها كي تشوفها هكا عقادت شويه ابان كي تهزك بالمغرفه وتحس اي تهز بالمغرفه وتحس كيما السيرو اللي نشربوه للصغار. فوالا Add your mega.